تركي بن عبد المحسن آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه. مساء الخير وحشتوني. أتقدم بخالص الشكر والعرفان لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولسمو سيدي ولي العهد الرابع الرؤية وقائدنا الملهم على دعمهم اللامحدود لقطاع الترفيه ولموسم الرياض. الموسم الأول كان شعارنا تخيل، والموسم الثاني شعارنا تخيل أكثر. صدقتوا